السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. لقاء يتجدد. هجوم مسلح في طهران والملالي يعزل مسؤول الأمن الأول في طهران. إقالة المسؤول الأمني في طهران بعد تنصيبه من شهرين اتنين، وتم إقالة اللي قبله. ده يعتبر ثالث مسؤول أمني يتولى أمن طهران في ظل الثورة العنيفة اللي بتشهدها الساحة الإيرانية. لكن إيه علاقة الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان اللي هي علاقتها متوترة مع النظام الملالي، وبعد ساعتين اتنين يتم إقالة المسؤول الأمن الأول في طهران؟ هل ده له علاقة بالثورة ولا الساق تهمة العجز الأمني بقائد شرطة طهران عشان خاطر تبييض صفحة النظام الملالي؟ لكن هل النظام الملالي هو اللي وراء الهجوم على سفارة أذربيجان؟ في الغالب لانه مش ده الهجوم الاول على سفارة اذربيجان. لو جينا ربطناه بالهجوم اللي حصل في اغسطس الماضي، يعني من حوالي 5 اشهر تقريبا في لندن، وانه رفع اعلام المرجع الشيعي هادي او اسمه صادق شيرازي عفوا، اللي هو بيحمل اشارات لايران نفسها، وكالات الانباء الايرانية نفسها في ذلك الوقت في أغسطس الماضي قالت إن الحرس الثوري هو ليه علاقة برفع الأعلام على أو الهجوم على سفارة أذربيجان في أغسطس الماضي. الحقيقة إنه الأحداث متوترة جدا، وإيران تريد إشعال الموقف ما بينها وبين أذربيجان. مش معنى إن أنت ليه علاقة في علاقة متوترة ما بينك وبين جارك إن أنت تقوم بإشعال الموقف وزيادة التوتر ما بينك وبينها. ده لأن النظام بيمر بمرحلة صعبة جدا. يرى النظام والأيديولوجية للنظام الملالي، يرى الخروج من الأزمة اللي هو فيها وانفجار الوضع الداخلي، يرى أنه هو يكون في علاقات متوترة مع أذربيجان، وده الحل الأمثل من وجهة نظر النظام الملالي. النظام الملالي وضعه صعب جدا. تصريحات مهمة من أذربيجان نفسها أنها بتحمل الأمن والجانب الإيراني المسؤولية كاملة عن مقتل قائد الأمن الداخلي للسفارة الأذربيجان في طهران، وأيضا إصابة 2 من مسؤولي الأمن إصابات بالغة جدا، وإن هم يعني حالتهم حرجة جدا. الحقيقة أنه إيران بترى نفسها في إن هي تخرج نفسها من أي أزمة، إن هي تعمل أزمة خارجية مع أي دولة. دي الأيديولوجية للنظام المليلي. عايز أقول لكم أنه الحقيقة أنه الهجوم اللي حصل صباح اليوم على سفارة أذربيجان ده في سلسلة جديدة بتدفع النظام الملالي من داخل طهران لزيادة التوتر مع الجانب الأذربيجاني. إصابة 2 من الحرس ومقتل رئيس الأمن بالسفارة والقبض على المهاجم، والأمن الإيراني قال أنه السبب طبقا للتحقيق الأولي مع المهاجم ده انه في مشاكل شخصيه ما بينه وبين مسؤول اللي هو رئيس امن السفاره اللي مات. فطبعا مين اللي هيفصل في الكلام ده؟ مفيش. طبعا التحقيقات كلها بيقوم بيها الجانب الملالي اللي هو كل يعني تدليس وغش وكذب. فطبعا في الاخير انه هتروح الحقيقه، ولكن الجانب الاذربيجاني يعلم ذلك جيدا، وكالات الانباء كلها تعلم ذلك، حتى ايران انترناشونال سلطت الضوء على الامر ده بصوره قويه جدا، وانه المظاهرات العنيفة اللي في جمعة اليوم زي الجمعة الماضية مظاهرات عنيفة جدا، والأمن بيمنع مصلين ان هم يوصلوا الى المساجد السنية في البلوش ومناطق اللي هي فيها نفوذ سني. في الاخير ان هو في اعتقالات كبيرة، في يعني عمليات اسقاط، وان هم بيقوموا بعمليات استهداف ما عندهمش مشكلة. لكن الانفجار الداخلي، النظام الملالي يرى ان هو لابد يشعل الموقف، وليس هناك خيار افضل من اذربيجان. العلاقات متوترة. اغسطس الماضي من 5 اشهر في حادث يعني ان هو بيدل على التوتر ما بين طهران وباكو عاصمة اذربيجان، وليس من المستبعد تماما ان الملالي وراء الهجوم. رئاسة الجمهورية في اذربيجان اعلنت تحمل الجانب الايراني المسؤولية كاملة عن الهجوم على السفارة، والجانب الملالي بعد ساعتين اتنين من الهجوم قام بعزل حسين رحيمي قائد شرطة طهران اللي عين منذ شهرين اتنين بس، بديلا عن سابقه اللي هو عجز ايضا امام الثورة
التاني برضو عجز، ولكن هو تم اقالته عشان الصاق التهمه بان الامن متراخي عشان خاطر موضوع سفاره اذربيجان، عشان خاطر يعني يتم استشعار ده من الناحيه الدبلوماسيه. لكن يعني عجز النظام المالالي عن مواجهه الثوره، يريد اشعال الموقف خارجيا لاحتواء الوضع الداخلي، وده الاسلوب المالالي الامثل لمواجهه اي ازمه داخليه. عايز اقول لكم انه يعني ضعف النظام المالالي وضعف مسؤوليه هو شيء واضح جدا في مواجهه اي ازمه بتقابلهم. استبدال القائد الجديد، قائد شرطة محافظة البرز اللي هو حل محل رئيس شرطة طهران اللي تم أقالته صباح اليوم، اسمه عباس علي محمد يان، يعني هو مش محمد واحد، لا محمد يان، يعني اتنين، يعني الراجل اللي جاي ده اللي جاي من مدينة أخرى هيمسك شرطة طهران، اسمه واضح جدا من القوة بتاعته، هو اسمه عباس علي محمد يان، يعني مش محمد واحد اتنين، وده واضح ان هو يعني قوة مضاعفة. محمد يان يعني قوة مضاعفة، يعني انرجايزر جه. ففي الاخير انه اذربيجان اتخذت يعني اجراء من ساعة واحدة بعد عصر اليوم الجمعة، استدعت السفير الايراني كرد فعل احتجاجي طبيعي جدا، وعن طبقا لوكالات الانباء الاذربيجانيه اللي هي قالت انه تم تعنيف السفير الايراني، وانه ايران تريد ان تشعل الموقف ما بينها وبين الدوله الجاره اذربيجان، و يعني اتهمت الخارجيه الاذربيجانيه الحكومه الايرانيه باستدعاء السفير الايراني انه انتم مسؤولين عن زياده التوتر ما بيننا وبينكم، انتم مسؤولين عن حمايه السفاره ومسؤولين عن حمايه الافراد اللي في السفاره، وان انتوا يعني في تراخي كبير جدا، وقد تكون ان انتوا المتسببين في ذلك. السفير الايراني يعني اعترض وقال انه الامن يعني مسؤوليه، ولكن حصل الموقف دوت واحنا قيد التحقيق والامر قيد التحقيق، وان هو في مشكله شخصيه ما بينه وبين المهاجم وبين رئيس الامن السفاره الاذربيجانيه. لكن النظام المالالي الواضح جدا ان يزداد الخناق عليه داخليا ويبحث عن مخرج، بالمخرج بالنسبة له اللي هو المتنفس الوحيد، اللي هو اما يعمل مشكلة وتوتر مع السعودية، او مشكلة وتوتر مع في العراق، او مشكلة وتوتر مع اذربيجان، هي دي الدول اللي ممكن يعمل معها توتر. طب ليه ما بيعملش توتر ما بينه وبين تركيا؟ لان تركيا والملالي الاثنين متناغمين، يعني الاثنين مع بعض يعني نسيج واحد، توجهاتهم واحده، اسلوبهم واحد، الاثنين ليهم مشاريع واحده في المنطقه، فبالتالي الاثنين ما ينفعش يستخدموا نفس الاسلوب مع بعض، يمارسوه مع الاخرين، يعني يشوفوا يحلوا مشاكلهم الداخليه بالهجوم الخارجي زي ما اردوغان كان بيعمل في شمال سوريا وشمال العراق. ونفس القصة يعني تركيا دلوقتي تقريبا خدت مساحة كبيرة جدا من شمال العراق وعملت فيها يعني معسكرات أمنية ومدن صناعية، ولأنه الحكومة العراقية طبعا متراخية. لكن دي الأساليب المتبعة من الكيانين الاثنين، الكيان التركي والكيان الملالي. يعني الحقيقة أنه إيران ترى أن هي لازم تعمل مشكلة خارجية أن هي مخرج ليها لمشكلتها الداخلية، ده معناه انه الخناق الداخلي والثورة الداخلية مش عاملة قلق للنظام المالالي، لا اللي هي تهدد وجود النظام المالالي داخليا، رغم ان هو النظام المالالي الان من الخارج من الغضب عليه واستبداله او تقويضه او استبدال ما هو موجود فيه يعني بمكون اخر داخلي ايضا، ولكن يبدو ان فيه إشارات لتغيير النظام، وإن النظام عايز يقوم بإحداث مشاكل في المنطقة، ودي الوسيلة الأمثل للنظام المالالي. لكن إن شاء الله مش هيفلح في الموضوع ده، وآخرة النظام ده هيتم القضاء عليه واستبداله، وربنا يحفظ المنطقة كلها من شر إيران وأذنبها. حفظ الله الجميع، أسعدكم الله الذي لا تضيع ودائعه.